نبدأ أسرتي على رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، فصلوا على خير البشر. مرحبا، اهلا وسهلا، نحييكم ونلتقي بحضرتكم. مباراة تبدأ بالهتافات والتشجيعات على ادائهم وخروجهم ربما او دموع الارجنتينيين وعلى ديغو مارادونا لو خسر اليوم منتخب الارجنتين. بدأنا المباريات الاقصائية، ديدي رفقة ايتيبو وجون بي ميكيل ورفقة ووسط وثنائي الخط الامامي اينياتشو وكذلك احمد موسى الذي كان دائما يسجل عندما صرخوا يفضل الكرة البعيدة. وين يا اوتامندي؟ وين؟ حتى الارجنتين في المباراة الماضيتين ليس هو الارجنتين بتلك الهويه وبذلك. ومع جو بي ميكيل يوصل علي بانيغا، انطلق على جيروس، كره خطيره، با 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 با. لقطه بلقطه، كره بكره، فرصه بفرصه، والتوغل من تاغليافيكو مدافع نادي اجاكس توغل، بانيغا حطها له على طبق راوغ وسدد كره عاليه بعيده على مرمى فرانسيس اوزو. محاوله التوغل والتسديده بعيده من احمد موسى، مرت سلامات على فرانكو ارماني. يا فرانكو يا ارماني، لم يقحموك في اي مباراه الا في هذه. ضيعت يا غدير وتنقص اينياتشو، 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 اينياتشو. احمد او موسى لما حدث له ما حدث لك يا اينياتشو. با 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 جول. ميسي، ميسي، جول! أنت المنقذ يا ليو للأرجنتين، ليس سواك منقذ لمنتخب الأرجنتين. الأرجنتين من دونك ولا شيء. ديغو أرماندو مارادونا يفرح لميسي. نعم، استلمها بصدره وحطها ودخل. الأرجنتين تفتح مجال التسجيل عن طريق ليو. بشر يفعلها الأرجنتين ويفعلها ليو. ميسي يسجل هدفه 65. ميسي يسجل هدف في نهائيات كأس العالم ودخل. سددها باليمنى ودخلت جول. الأرجنتين متفوقة على با 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 خطيرة. ليو هداف وليو ممرر. ولا من تمريرة يا ليو في منتهى الروعة في اتجاه إيغوين الذي يصطدم بالحارس فرانسيس أوزو. با 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 با. البطاقة الحمراء لا، صفراء. البطاقة الصفراء في هذا المونديال لليون بالاغون. كنت أعتقد بأن تشاكر أراد أن يحتسبه آخر مدافع مع آخر مهاجم، ولكن كان مدافع من هنالك. ففي تقدير حكم المباراة اعتبر بأن الخطأ غير متعمد شوية، واعتبر كذلك بأنه خلف أوبانيغا. ليو أوبانيغا، الحكم يأمر أوبانيغا أو ليو. ليو يستعيد، ليو يتقدم، ليو يسجل. با 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 القائم. يسجل الثاني، القائم الايسر ليوزو ينقذ نيجيريا من كرة جول. عشاقني الارجنتين لا يغرنكم هذا السيناريو، عشاق الارجنتين. الارجنتين بعيدة بعيدة لأحمد موسى وخروج ارماني. كان ذكي ارماني، تبع اللقطة كما ينبغي. عارف تشاكر يعلن نهاية هذا الشوط الأول في بيترسبورغ ستاديوم، ضغط رهيب. الأرجنتين متقدمة بفضل ميسي. الأرجنتين كانت أفضل، نتمنى مستوى أفضل في الشوط الثاني. بسم الله مجددا كما كان متوقع. الكرة مرفوعة عبر القائم الأول والدفاعي. ضربة جزاء، حكم المباراة يعلنها ضربة جزاء للأرجنتين. هاو الكرة وهاي الرمية وهاي الضربة التي تقلب الموازين. يقول لهم الحكم تشاكر اوكي احتجيتوا، خلوني نسأل مجددا. من ضربة جزاء، ضربة الجزاء 21. با 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 جول. بالبراعة والروعة والدقة اللازمتين فيكتور موزيس فعلها وعدل النتيجة. الأرجنتين الأرجنتينيين يا موريا. با 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 با. الحكم يقول لك الهد، ليس هناك أي شيء. حكم تاي قال وراجع يا بانيغا. أحمد موسى دخل، أحمد موسى مازال، أحمد با 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 با. أوي أوي أوي. أحمد مررها لموسى، موسى كادي مررها مجددا ويأتي الجول. لم تكن فيها ما يلزم هذه التوزيعة من بافون. خطيرة، با 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 با. التسديدة، با 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 با. ويلفريد ديدي كاد يسجل جول ثاني للديدي.
متى تسجل يا إيغوين؟ إن لم تسجل الآن وفي المونديال وفي هذا الوضع متى تسجل يا إيغوين؟ يا إيغالوا ماذا ضيعت؟ كرة التأهل الآن كانت بين رجليك يا إيغالوا، ولكن فرانكو يا إيتيبو لو تفعلها، يا إيتيبو لو تفعلها، إيتيبو يستعد، إيتيبو دخلت ولكن في الشباك الصغيرة إيتيبو، كادو ميركادو وتسجل جول، الأرجنتين من تحت الأنقاض تعود وتسجل جول، الأرجنتين بسبع أنفاس، ميتزا 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 وليس ميسي ميسي، الأخيرة يبعث المونديال مجددا، نعم يبعث المونديال مجددا، جيريا تخرج لأنها لم تلعب بالشكل المنتظر، الكل يطلب حكم المباراة أن يريها. عزيزي المشاهد، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا، ولا لا هعرف اكذب عليك واقول لك دي ب50,000 ولا حتى ب30,000، لان كلنا معانا عملات وكلنا عندنا عملات ومش عارفين نعمل بيها ايه. انا ممكن اقول لك العملة دي ب50,000 تروح السوق تلاقيها ب5 جنيه، تروح المحل تلاقيها ب100 جنيه. عزيزي المشاهد، احنا بنسمع ارقام وبنسمع حاجات عمرنا ما سمعناها وعمرنا ما شفناها، كانت كل الناس معاها عملات وكل الناس كانت بقت اغنية. صدقني عزيزي المشاهد، انا مش هعرف اكذب عليك ولا هعرف اقول لك غير الحقيقه. فانت لو انت عايز تسمع مني الحقيقه وتنزل تشوف الحقيقه بعينك، انا هوريها لك لغايه عندك. انما انا لا هعرف اكذب عليك ولا هعرف اقول لك حتى دي ب50,000. كلنا كنا لما بنلاقي عملات زمان كنا بنحاول نتخلص منها وما كناش بنديها اهميه، كنا بنشوفها من غير قيمه وملهاش لازمه وملهاش اي فايده اصلا، نظرا لمرور اعوام وازمنه على العملات. وفي نفس الوقت كان في ناس كتير جدا بيحرصون على الحفاظ عليها، كانوا بيحاولوا يحافظوا عليها كذكرى من اجدادهم وزمن عدى عليه على العملات. وبين عدم تقدير قيمتها والحفاظ على العملات كذكرى ثمينة، كان في ناس كتير جدا 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 لقوا في طريق العملات سكة للتجارة وتحقيق مصدر ربح، لان العملات في ناس كتير بتربح منها في الاستحواذ على اهمية ناس كبيرة جدا جدا جدا. كمية كبيرة من الناس استحوذت العملات الفترة اللي فاتت، الفترة كبيرة جدا جدا، أهمية ناس كتير جدا. وخلال الفترة الأخيرة وكله بيدور عن أماكن بيع وشراء العملات عشان يكسب منها، وعشان خاطر انت عندك عملات كتير عايز تبيعها، فانت مش عارف تعمل ايه بالعملة اللي معاك ومش عارف سعرها ايه ولا مين اللي هيشتريها منك، فكله بيستغل الحتة ديت وان هو بيطلع يقول اي اسعار ويهبد اي حاجة ومحدش فاهم اي حاجة في اي حاجة خالص. 10 مليم النسر، سنة إصدار العملة 1960 ميلادي، 1380 هجري، الجمهورية العربية المتحدة. 10 مليم النسر، نوع العملة مصنوع من الألمونيوم والبرونز، شكل العملة دائري، وزن العملة 4.9 جرام، قطر العملة 23.2 ملي، سعر العملة في السوق المصري عشان محدش يضحك عليك 150 جنيه، عشان محدش يضحك عليك وانت بتشتري أو بتبيع العملات. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتدعمنا لتنزيل كل ما هو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.